صديقنا، مرحبا بكم في عدد جديد من صريح جدا. اليوم راح نسقسيو المرأة الجزائرية ونقولوا لها وش هي علامات الكذب عند الزوج ديالك. تابعوا معنا نشوفوا هذه الإجابات. مدام، حبيتك تقولي لي وش هي علامات الكذب عند الزوج ديالك، يعني كي يكذب عليك كيفاش تفيقي له؟ نفيق له من النظره تاعو، من الابتسامه، من الوجه تاعو تمد منظر اخر. كي يكذب الزوج فاش نفيق له؟ زوجك تعرفيه كيفاش تعرفيه؟ زوج لما تعرفش زوجك واش تعرفيه؟ كيفاش تفيقي لراجلك بلي يكذب عليك؟ يولي يبدل في عينيه، يولي يضحك بزاف، واللي هكا يحط في راسو تتفيقي به. ما ياخذش فيك هذا قباله، ما يحطش عينه في عينك، عينك في عينه في عينك. المنظر والعين تاعو هي اللي تبين بالعلامة تاع الكذب. بدا يكثر هكا، يبدا يجستيفي هذيك الحاجه كتسقسي عليها، يبدا يجستيفي، يبدا يكثر يكثر كيكثر هذيك هي. ما يكذبش، جامي يكذب عليا، والله جامي يكذب عليا. نفيق له باين، يبان في عينه، في هضراتو بزاف، يبرعق، هادو كامل فيه باش تعرفي بلي كذاب. لا لا ما يكذبش عليا خلاص. لا 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 ما يكذبش، ما نهضروش على كذب كبير، كذب صغير، حتى الكذب الصغير يا يوليو وجهو احمر، يقوقو ويصفر، يبدل لي الهضره برك. هاي في هادي برك، بصح نعرف من الملامح وجهو نعرفو. اكزومبل كي نقولو يديني ماذا فلاني، هو يكون هو مشغول راح جهه اخرى، ولا يبدا يقول لي غير يدخل، يبدا يقول اسمعي ما تقولي غاولة حتى الفطرة، ما تقولي ليش هذيك الحاجة هذيك الحاجة باش تنسي، ما نقولوش، نعرف بلي كذب عليك، كذب عليك ما صغيرة. شوفي فاش تفيقي يعني زوجي واش كذب عليك، ياكل برا كياكل برا، وانتي تقولي له راني وجهت وتسناي فيه، قلت له عندي الاستما توجعني ما نقدرش ناكل، ولا ما تفيقي له بلي كلا برا ما كاش منها، باسكو شفتي واحد اللي كان ياكل. بون هو جينيرالمون ما يكذبش عليا باسكو شغل متفاهمين على كلش، مي كي نمرقلو كي يكذب عليا في عفسه صغيره كي نسقسيه زعما هكا يقول لي علاش تحبي تفهمي؟ باغ اكزومبل ثاني كي يكون عنده دراهم تقول له حبيت نشري حاجه، يقول لك ما عنديش دراهم. هو عنده، وكيفاش تفيقي له اللي عنده؟ باسكو نفتش نعرف اللي عنده، نقول له حبيت الحاجه هذيك، يقول لي ما كاينش دراهم، هو يقول لي بون ديفوا يقول لي بلا غير كاين 100000، يا كاين 250 300، ايبان نحي لك 200، نقول له بلي انت قلتي كاين 100000، سما ما يقدرش يقول لي بلي كاين 200000. بون العلامات باينين فيه، يبدا كيعرف الهضره، يعجن ما يسكتش، لا كامل تيبان لنا كامل، وعنده هذه تبدا تطلع له تطلع له فيقلو كذبه ما كاش، ويبقى يعجن في الهضره. تتلف له الهضره واش هي؟ وين كنت ولا واش نهادي ولا ماشي هادي هي. وانت تزع فيك يكذب عليك هو هكا؟ ساعه تزع بيان سور سي نورمال، تسناي انت توت لا جورني تسناي فيه، وانت باش تفطري معاه ولا حاجه ما تفطر برا ويقول لك هذيك ما تزعفيش، تزعفي. مي بصح ما نحبش نكبر الحكايه، انا جامي ندوس. ما ديري والو واش ديري؟ جامي، انا عندي 30 سنه زواج عمري ما ندوس مع راجلك، جامي اقسم بالله جامي. ما يكذبش فريمون شغل كذبات صغار. انت تزعفي عليه كي يكذب الكذب هذا ولا لا؟ نو نورمال، لو كان كذبه كبيره بالك نزعف عليه، كذبه صغيره نزعف عليه، نورمال. مشاهدينا كان هذا موضوعنا تاع نهار اليوم، نتمنى يكون نال اعجابكم، ما بقى لي غير نقول لكم بقوا على خير في العدد القادم.